باق نماء ضمه الديوان. الديوان طهور ما عليك يباس وبعد عنك الوسواس، طهور ما عليك يباس وبعد عنك الوسواس، أحد يشكي معاه اللي خلق هالكون وكل الناس. تشجع واحتسب أجرك من اللي واهبك عمرك، تشجع واحتسب أجرك من اللي واهبك عمرك، عطاك الله الكثير، عطاك الله الكثير، عطاك الله الكثير، عطاك الله الكثير، وما يضر في يوم يختار. هلا ابو خليل. حي الله خبايا، مرحبا الف. كيف الامور؟ فضايح والله. لا لا ان شاء الله ما كيف ما انتم جايبيني كذا كذا جايبيني، ما هو زي الاوادم كذا جايبيني راسا على عقب. عبي دم، عبي دم للراس لانه الظاهر انه انخفت كل، انا احس به كذا يا اخي ما ادري، وطلع كلام صحيح. شوف ما توصل الدرجه دي ابو ساره. ابو ساره والله يا مني معي دوخه. ما توصل الدرجه دي، انا اقول لك ما توصل الدرجه دي، توصل واكثر. اللي شفته انا قبل السحبه كان الشيخ سلمان والشباب كلهم قاعدين قدامي. وقت السحبه شفتهم توزعوا في الهواء، كيف الله اعلم، اشوف الشيخ هنا واشوف العبودي واشوف، بس موزعين ما هم على يعني على طبق واحد. والله من المسرح على يد العبودي على المستشفى. العبودي شلك؟ العبودي كان يخاصمني اصلا من اول، يقول لي روح، قلت له بس الفقره، قال ما بتقدر عليها، وما كان فيها اصلا جره اللفه، اسم اللفه هذه ولا شيء، ولكنها صارت وعلى المستشفى منها، والحمد لله على كل حال. سبع ايام اليوم، هذا سبع ايام وراجعينهم الليله، والله اتابع في الجوال مع تويتر ايش يصير وايش ما ادري ايش وهذا، لكن عندي قناه شو اسمه التلفزيون ما في قناه المجد في المستشفى، ففي واحده من الممرضات اقول لها عندكم قناه المجد؟ بالانجليزي طبعا. لا والله، والله انه بالعربي لانه ما عندي الثقافه هذه. جميل. ايوه، فكان اقول لها ما عندكم قناه المجد؟ قالت اخو ماجد ممكن بيت. لا افلح افلح، الله يستر عليه ويوجه لك خير، هات لنا بس الشاحن حق الجوال خلنا نتابعهم. والله جالس اتابع من من تويتر، الجمهور ما هم مقصر لك الله، اول باول، ولا شو اسمه ما قناه ماسه اول باول، والله ما يصير شيء الا ما شاء الله حاطينه في تويتر، الحمد لله خير. والله اقول لهم الف شكر على دعواتكم وتواصلكم وحبكم، يشهد الله يشهد الله، ما زي ما انكم ما نسيتوني من دعائكم، فباذن الله ما انساكم من دعائي. والله يجزاكم الله خير. سباق نماء ضمه الديوان.